السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، ومرحبا بكم في فيديو آخر. واسمحوا لي على هذا الغياب الطويل، يعني غبت لكم مدة طويلة لظروف خاصة. عندي ظروف خاصة، داكشي علاش ما قدرش نسجل لكم دي فيديو بالنسبة لكاع التلاميذ اللي كيتبعوني. واليوم ان شاء الله بإذن الله في هذه الحصة هذه جيت باش نخدم معكم دي زيكزامبل وحدين اخرين، حيتاش باقي لي كونترول ديال بروميير اني بكالوريا سيونس اكس اي سيونس مات. وغادي نخدم معكم واحد التمرين كذلك بين تمارين لي 100% تيتحطوا في الفروض. واللي اول مره غيشوف لا فيديو ديروا سبسكرايب الا جات على خاطركم، اي ابوني بيان سور باش اي حاجه حطيتها يوصلكم، اي جديد حطيتو يوصلكم. وكذلك ديروا دي لايك، ما خصوش حتى شي حاجه باش يطلع لا فيديو جميع التلاميذ والتلميذات. انا اولى بكالوريا علوم تجريبيه وكذلك علوم رياضيه خيار فرنسي، وهكذا تعم الفائده. وبغيتكم كاملين ان شاء الله باذن الله كما العاده ندخلوا تقول لي فوالا استاذه جبنا دي بون نوت، جبنا علاش لا تجيبوا على 20 على 20. حتى شي حاجه ما مستحيله بالخدمه كيف ما كنقول دائما وبالاراده ممكن تجيب 20 على 20. غنبداو على بركه الله فهاد التمرين هذا، نقراو المعطيات. لو دوكيمون سيفون ريبريزونت دو كولون ستراتيغرافيك رياليزي دون اون ريجيون دوني. دونك عندي دو كولون، يعني جوج الاعمده ستراتيغرافيه في واحد المنطقه معينه. داكو، نمشيو لي كيسيون. قالك بروفي كو لي كوش بي اي او ايزون لو ميم اج. غنرجعو لا كوش بي اي او غنقولوا واش ايزون هنا. قال لك بين على ان هاد لي دو كوش عندهم نفس العمر. دونك باش نبينوا غادي نستعملوا سولون لو برينسيپ دو كونتينيتي، على حسب باردون على حسب مبدا الاستمراريه. غنطبقوا هنا مبدا الاستمراريه. دونك الا لاحظتوا هاد لي دو كوش بي او، لاحظنا السقف ديالهم والسرير ايزون لو ميم طوا اي لو ميم ميغ، عندهم نفس السقف ونفس السرير. دونك سولون لو برينسيپ دو كونتينيتي la couche B et la couche E, elles ont le même âge car elles sont limitées par le même toit et le même mur. J'espère que vous avez compris. C'est bon. On ترجم هادشي اللي قلت. حسب مبدا الاستمراريه، طبقه B والطبقه E لديهم نفس العمر لانهما محصورتين بنفس الطبقه، بنفس باردون بنفس السرير ونفس السقف. هذا حسب مبدا الشيء اللي تيقول لي مبدا الاستمراريه. كان عندي جوج ديال الطبقات محصورتين بنفس السقف والسرير، راه كيكون عندهم نفس العمر. دونك هذا كاجابه على السؤال الاول. Même âge car ils sont limités par le même toit et le même mur. Donc on nous pose la deuxième question. Déterminer l'âge relatif de la couche B et quel est le principe que vous avez utilisé et quelles sont ses limites. Donc on va voir la première couche. Le principe de la système est le principe de superposition. Il y a un principe de la couche B et un principe de la couche B. Le principe de la couche B est bien sûr le principe de superposition. نمشيو لا كوش بي كوم فو فوايي. دونك لا كوش بي هنايا كيفاش دايره بارابور لا كوش ا؟ هاد الطبقه بي هي احدث من طبقه ا ولكن اقدم من طبقه سي حتى جاي تحت منها. دونك اوتوماتيكمون نقول لا كوش بي اي بلو ريسون كو لا كوش ا اي بلو انسيان كو لا كوش بي. هذا سولو لو برينسيپ دو سوبرپوزيسيون، حسب مبدا التراكم. الطبقه بي احدث من طبقه ا واقدم من طبقه سي. بالنسبه لي ليميت دابليكاسيون ديال برينسيپ دو سوبرپوزيسيون، يعني شنو الحدود اللي ميمكنش ليا نطبق. ديجا شفتهم معكم في الكور، شفنا كاينين 3 ديال لي ليميت اللي هما دي بلي كوشي، يعني ملي كيكونوا الحاله ديال الطيات ميمكنش لي نطبق البرينسيپ دو سوبرپوزيسيون. كاين كذلك في الحاله فاش كيكون عندي لي تيراس ايطاج، يعني فاش تيكون عندي لي تيراس اون جينيرال لي تيراس فلوفياتي، يعني فاش كيكون عندي شوفات نهريه، وفي الحاله فاش يكون عندي دي فاي يعني فوارق. دونك ديجا عطيتكم الريبونس، الريبونس ديال الدوزيام كيسيون يعني كيفاش كتبوها. لا كوش بي اي بلو انسيان كو لا كوش سي اي بلو ريسونت كو لا كوش دي سولون لو برينسيپ دو سوبرپوزيسيون. دونك لي ليميت هما لي ليميت او بيان لي زيكسيبسيون دو برينسيپ دو سوبرپوزيسيون هما 3: تيراس فلوفياتيل ايطاجي و لو بلي كوشي اي لا فاي انفيرسي او بيان لي فاي. تكتب لي اون جينيرال لي فاي، هادو هما
les réponses de la question Tania. Nous avons la question suivante. Nous avons la question à Tania Wahid de tableau. On représente quelques caractéristiques des fossiles trouvés dans les deux colonnes du document précédent. Donc, on dit des fossiles. On dit un mouchmoua F1, F2, F3, F4. On a la répartition temporelle. Il y a la moudette zamania ou la moudette l'âge d'yalhoum. La répartition géographique, il y a une tichage géographique, il y a une wesh mahdoud, il y a une qui est bizat l'amakin, ou la tikoun, bien sûr, on a limité mahdoud, il y a une qui est le qu'on rêve, amakin mahdoud, qu'on goulou mahdoud limité, ou bien vaste, il y a une wesh, c'est-à-dire on a une qui est bizat l'amakin, c'est la répartition géographique, mais c'est le milieu de vie, il y a une makal, on a sat l'aïch dialon. Monsieur, la question nous là, dites-vous à partir du tableau en justifiant votre réponse, il y a une talaqa mel jadwal. ولكن بتعلي الإجابة أعطي وكسيون الأولى إكزومبل دان بو فوسيل ستراتيكابيك أعطي واحد المثال ديال المستحدثات الطبقاتية. إلا جينا لهنايا المستحدثات الطبقاتية باش معروفين لي كاركتيرستيك خصهم يكون عندهم واحد أون فيبل extension dans le temps, yani, bien sûr, بالنسبة للمدة ديال العيش ديالهم كتكون قصيرة, مدة عيش قصيرة, وبالنسبة كذلك une grande extension géographique, يعني انتشار جغرافي واسع. هاد جوج ديال لي كاركتيرستيك, يعني غادي نشوف أنايا في هاد لي فوسيل شكون لي عنده هاد لي كاركتيرستيك. دونك هنايا لاحظتوا كاملين ثلاثة بهم هنا عندهم une grande répartition, bien sûr, dans le temps. حنا تنقلبوا على une faible répartition. Une faible, bien sûr, extension, pardon, de l'OTAN. Il y a une faible extension de l'OTAN, ou la monnaie. Les voix qui échouent le Crétacé supérieur. Il y a là qui échouent le Crétacé supérieur, qui échouent le Hakb Tani. Qui échouent le Hakb Tani, Fakad. Il y a là qui échouent le Hakb Tani. D'accord. Ou la répartition géographique, une tijar géographique. Ouais, c'est. يعني بما انه يعني اوتوماتيكمون هاد الاف 4 اللي هو لامون انا مطبقي فيها جوج شروط اوتوماتيكمون سي تان بون فوسيل ستراتيغرافي. يعني غادي نقول لامونيت يعني الفوسيل ستراتيغرافي يعني المستحدثه الطبقيه هي لامونيت ولا دير اف 4 دير بين قوسين لامونيت كا لي كاركتيرستيك دان بون فوسيل ولا كا ايزون بيان سور لي كاركتيرستيك دان بون فوسيل ستراتيغرافي parmi lesquels une extension courte à l'échelle dans le temps ou bien une bien sûr quand on une faible extension dans le temps يعني واحد المدة تعيش اللي هي قصيرة une grande extension géographique ou bien تكتب une répartition géographique اللي هو vaste c'est la même chose يعني تشار جغرافي واسع لكم الاختيار un exemple d'un fossile de faciès يعني نمشي واحد المستحدثات اللي هي مستحدثات اللي هي سحنة. الا مشينا للمستحدثات السحنه غادي نشوفوا هاد لي زيكزامبل هنايا عندي من بين لي زيكزامبل هنايا عندي اف 1 و اف 2 هاد اف 1 و اف 2 الا لاحظتوا عندهم ريبارتيسيون بالنسبه للمستحدثات السحنه العكس ديال المستحدثات الطبقاتيه كيكون عندهم انتشار جغرافي اللي هو محدود هنايا هما كيف ما لاحظتوا ريبارتيسيون جيوغرافيك ليميتي يعني اوتوماتيكمون اون فيبل اكستنسيون géographique et voilà un tissage géographique محدود اهو كوم فويي و بالنسبه لمده العيش ديالهم كتكون طويله ها هما مده العيش كيعيشوا واحد المده طويله بالنسبه للاف 1 اف 2 يعني ان اكزومبل دان فوسيل دو فاسيس غادي نكتب اف 1 اي اف 2 بغيتي تكتب غير واحد اف 1 كتب اف 1 لي زويتر داكور لي زويتر وعلاش بالنسبه للجستيفيكاسيون العكس ديال هادشي اللي كتبت انا هنايا car elles ont bien sûr une faible extension pardon une grande extension dans le temps une grande extension l'ex dit l'ex il accepte une grande extension dans le temps et une faible extension géographique ou bien une répartition géographique limitée c'est pas j'ai lesquels là attends m'active je comme la réponse c'est l'ex dit l'ex il accepte là monsieur à partir des données précédentes déterminer la période de formation des deux couches A ou B. Et nous avons dit que nous avons dit le mode de faire qu'on a dit tabaka E et B. Et nous avons dit que nous avons dit tabaka E et B. Nous avons dit tabaka, nous avons dit tabaka, nous avons dit bien sûr, nous avons dit fossile, les fihon. Nous avons dit E, fiha. Il y a un grec grossier qui contient F3, fiha F3 ou fiha F4. وبالنسبه للبي
فيها اف 1 و اف 2 باش نحددوا العمر ديال هاد جوج ديال الطبقات خصنا ضروري نعتمدوا على المستحيل الطبقات هي لي فوسي ستراتيغرافي وقلنا بلي لي فوسي يعني ماشي اف 1 ماشي اف 2 ماشي اف 3 لي فوسي ستراتيغرافي هو اف 4 يعني اللي غيعطينا العمر ديال هاد الطبقات هادو بي هو اف 4 لاحظتوا pardon هنايا في الجدول F4 هو لا مونيت يعني لا بيريود دو لا فورماسيون دي دو كوش A و B اي بيان سور اي الكريتاسي سوبيريور او بيان لير دو يعني الحقب الثاني صافي الحقب الثاني علاش il contient bien sûr هاد الطبقه هادي il contient F4 لا مونيت سي ان بون فوسي ستراتيغرافيك دونك بانه ان بون فوسي ستراتيغرافيك و قلنا ايزون لو ميم اج قبل لي بي اي او دونك اوتوماتيكمون اي او بي لا بيريود فورماسيون هي لير 2 او بيان كريتاسي سوبيريور صافي هنا ديتيرمي ميو سيديمونطاسيون دي سي كوش الى لاحظنا لي ميو سيديمونطاسيون ديال هاد لي كوش هادو بيان سور الى لاحظتوا هنا البلاج مارا 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 دونك اوتوماتيكمون واللي تعطيني بيان سور اللي تعطيني كوم كو ان اللي تعطيني ميو سيديمونطاسيون هو هما لي فوسيل دو فاسياس دونك غادي نقول لي ميو سيديمونطاسيون دي سي كوش هو ميو مارا اون جينيرال هو وسط بحري واعزائي التلاميذ غنتوقف معكم في هذه الحصه هذه الى حصه مقبله غنحاول جي في لو بلو بوسيبل نلقى هكا وقيتات باش هكا نصور لكم وكنتمنى انكم تكونوا يعني دعواتكم تعطوني الدعوه ديالكم و يعني محتاجه غير الدعوه ديالكم كافي سوفيزون والله يوفقكم والله يسر لكم ان شاء الله كاملين كاملين تجيبوا دي بون نوت وتفرحون تقول لي استاذه جبنا دي بون نوت هادشي اللي كنتمنى يا ربي كيف ما تنفرح انا وليداتنا بغيت ربي حتى انا يفرحني والله يسر لكم ان شاء الله كاملين يا ربي كاملين وتجيبوا 20 على 20 واي سؤال اي تساؤل انا راه هنا الاشاره حطوه لي في لي كومونتير واي فيديو بغيتوه يعني نحطو لكم ان شاء الله باذن الله حطوا لي في لي كومونتير وراه كنقرا لي كومونتير وتنحاول الماكسيموم انني نجاوب على كاع الناس وكاع التلاميذ اللي عندي نجاوب عليهم وكنتمنى لكم حظ موفق لجميع التلاميذ والتلميذات وكنضرب لكم